أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الوقت، أوقاتنا هي التي تشكل أعمارنا، تنقص أعمارنا مع مضي الليل والنهار، تنقص أعمارنا مع تعاقب الليل والنهار، وكلما مر يوم من أعمارنا كلما اقتربنا من النهاية. والحياة بجملتها قصيرة ولو طالت، يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. ويقول الإمام الحسن البصري رضي الله عنه: يا ابن آدم، إنما أنت أيام، إذا ذهب يومك ذهب بعضك. يا ابن آدم، إنما أنت أيام، إذا ذهب يومك ذهب بعضك. لذلك كله اهتم الإسلام بالوقت اهتماما عجيبا، فربط العبادات والشعائر بالزمن بالوقت. فالصلاة أوقات محدودات، والصيام أيام معدودات، والحج أشهر معلومات. قال ربنا في أمر الصلاة: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، سورة النساء الآية 103. وقال في أمر الصيام: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، سورة البقرة الآية 185. وكذلك الأمر للحج وسائر العبادات. ربط الإسلام بين الشعائر، بين العبادات في معظمها بالزمن، لندرك قيمة الزمن. فحياتنا حينما تنتهي وتبدأ رحلة الخلود التي تبدأ بالموت. الموت باب وكل الناس داخله، يا ليت علمي بعد الباب ما الدار، الدار دار نعيم إن عملت بما يرضي الإله وإن خالفت فالنار. هما محلان ما للمرء غيرهما، فانظر لنفسك أي الدار تختار. ما للناس سوى الفردوس إن عملوا وإن هفوا هفوة فالرب غفار. الزمن له خصائص، من أهم خصائصه أنه سريع الانقضاء، يزول سريعا. من خصائص الوقت أنه سريع الزوال، من خصائص الوقت أنه لا يقبل التخزين، لا يمكن لأحد منا أن يخزن زمنا معينا لوقت معلوم.
فهو لا يقبل التخزين. من خصائص الوقت أنه لا يباع، لا يشترى، لا يورث، لا يوهب. إذا علمنا ذلك لا بد أن ندرك قيمته، خاصة في هذا الزمان الذي كثرت فيه مضيعاته. لم نشهد زمنا، لم نعيش في يعني ما نعيش في هذا الزمان أمر مذهل. مضيعات الوقت، مدمرات الوقت لا نحصيها عددا. لذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي خرجه الإمام البخاري عن ابن عباس: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نسأل الله أن يجعلنا ممن يحسن استثمار وقته، آمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خاتم النبيين وإمام المرسلين. إبرازًا لقيمة الوقت قال ربنا في سورة إبراهيم في الآية 33: وسخر لكم الليل والنهار. فالليل مسخر لنا لنحسن استثماره، والنهار مسخر لنا لنحسن استثماره. وقال ربنا في سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي خرجه الإمام الترمذي: لا تزول، هذه رواية من رواية الحديث، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربعين، هكذا الرواية، عن أربعين. أولى هذه الأربع: عن عمره فيما أفناه. سنسأل حتما عن أوقاتنا، عن أعمارنا. فإذا اجتهدنا في استثمارها استثمارا جيدا كما استثمره غيرنا من أجدادنا، من علمائنا، من فقهائنا، من شهدائنا، من مجاهدينا الذين بذلوا الغالي والنفيس تحريرا للوطن، قدموا أغلى ما يملكون الروح، فكل منا يملك روحا واحدة، بذلوا ذلك الغالي والنفيس تحريرا للوطن، دفاعا عن العرض، دفاعا عن كل ذلك من حسن الاستثمار، لأن واجب الوقت يقتضي ذلك. فمما نص عليه الفقهاء مراعاة واجب الوقت، فلكل وقت واجباته. والمسلم الذكي هو الذي يحسن استثمار عمره فيما ينفعه في الدنيا فيعمرها ويحقق براءته أمام الله وأمام الناس في الدنيا وفي الآخرة، ويعمر آخرته بالأعمال الصالحات وبالطاعات والقربات. لذلك قال ربنا عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال في آخر ما أنزل في سورة البقرة، الآية في سورة البقرة 281: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم خذ بأيدينا أخذ الكرام عليك، اللهم خذ بأيدينا أخذ الكرام عليك. اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى. اللهم ارفع عنا جميع الأوبئة وعن البشرية قاطبة. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك.
اللهم نسألك الرحمة لشهدائنا، اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم ويسر حسابهم واجعلهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم يا رب ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا جميعا حسن الخاتمة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره، إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.